ومن الفوائد أنه جل وعلا وصف هذا البيت بوصفين، ما هما؟ مثابة وأمن. في سورة آل عمران وصف الله عز وجل هذا البيت بسبع صفات، إن أول بيت وضع للناس، هذه واحدة، للذي ببكة مباركا، هذه الثانية، الثالثة وهدى، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، في الأخير ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فوصف بسبع صفات هنا، مما يدل على عظم هذا البيت وعلى أنه أمن،